حضرت. معانا الفنانة منال سلامة من ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أهلا وسهلا بيك يا منال، منورانا. أهلا بيك يا حبيبتي، منورانا في بابارازي ومتألقة كالعادة طبعا، وشياكة يا جماعة فستان يعني ما شاء الله منورة. كلمينا عن المهرجان أكتر، وكنت طبعا معانا في الافتتاح. المهرجان مبروك للمهرجان، ومبروك لنجاحه، ومبروك لكم العروض اللي موجوده فيه من افلام. بتتكلمي في 400 فيلم، وده مجهود كبير جدا. محدش عارف عشان 400 فيلم دول يجوا اداره المهرجان بتبذل مجهود قد ايه. اتفرجتي على الافلام المصريه المشاركه في المهرجان؟ طبعا انا اتفرجت على تقريبا افلام من كل سينما العالم، يعني اتفرجت على افلام من اليابان، من فرنسا، من بالعراق، تونس، الفيلم الامريكاني، اتفرجت على افلام من دول كتير. وانا دايما بحرص ان انا اتفرج على افلام مختلفه من دول العالم عشان اشوف ايه اللي بيحصل في العالم. شايفه الافلام المصريه المشاركه في المهرجان على قد المستوى الافلام العالميه اللي موجوده مشاركه؟ على فكره في افلام عالميه مش عظيمه قوي، بس احنا دايما عندنا عقده الخواجه. في افلام مصريه مهمه، وفي افلام مصريه مش مهمه، وفي افلام عالميه مهمه، وفي لا. فهي الفكره ان احنا نشارك في المهرجان ومصر تبقى موجوده. ده في حد ذاته مهم، ان احنا بنقول مصر فيها سينما، احنا موجودين. بصراحه ما يصحش قوي مهرجان مصري ما يبقاش فيه فيلم مصري. اكيد طبعا. وسواء في اكتر من فيلم مشارك، انا عرفت ان هم اكتر من فيلم، يعني حدود سبعه، حوالي سبع افلام في مشاركات ومسابقات مختلفه. طيب ايه الجديد عند منال سلامه؟ لا جديد حتى الان. رمضان ربنا يسهل. ربنا يسهل. الله. ميرسي جدا يا حبيبتي ونورتينا، واهلا بيكي في بابارازي. اشكرك. ميرسي جدا. ميرسي حبيبتي. بابارازي اقوى موقع فني.